بخصوص الدراما العراقية، أحب أن أعطي رأيي بصفتي مشاهد وعايش في مجتمع بيئة عراقية. أنا مو من النوع الذي يشاهد أعمال عراقية، أكثر الأعمال أشاهدها عربية وأجنبية. الصراحة أكو اثنين جذب انتباهي، هو مسلسل خان الذهب ومسلسل القوت والياقوت. أما بقية الأعمال الأخرى ما تمثل الواقع في أي صلة، عبارة عن قتل ودم ومشاكل، ماكو أي موضوعية أو قصة أو رسالة توعوية أو تربوية أو اجتماعية، فقط صرف ملايين وكمية بدون فائدة. المشاهدات مو معنى مقياس النجاح، فأكيد كلكم شاهدتوا عالم ست وهيبة من أجمل الأعمال على مدار الأجيال وكمية الرسائل به هادفة. لا تنسوا شهر رمضان للعبادة وليس المسلسلات، وكان الله يحب المحسنين.